جرى توقيع مذكرات تفاهم مع جميع دول جوار العراق باعتبار المخدرات من الجرائم العابرة للوطنية. نعم. هنالك تجارة محلية ترتبط بتجارة دولية لجلب هذه السموم والمواد إلى داخل العراق. لذلك كانت سابقا تتم كل دولة على حدة، مع تزايد هذا التهديد ليس بالنسبة للعراق وإنما بالنسبة إلى كل دول الجوار تعاني أيضا نفس هذا التهديد. لذلك الموضوع كانت فيه تعاون كبير لمسناه من كل دول الجوار، وكان هنالك مؤتمر دولي في العراق. خلص هذا المؤتمر إلى جملة من النتائج، يعني نفذت العديد من هذه التوصيات، والآن هنالك تعاون وثيق لدرجة أنه تمت في الفترة الماضية عمليات نوعية كبيرة بالتعاون مع وزارات داخلية بعض دول الجوار. نعم. والآن أصبحت الاتصالات وثيقة وتبادل المعلومات يتم بشكل عالي، وكثير من العصابات التي تمسك في دولة معينة لها ارتباطات في دولة أخرى. نعم. يتم تعقبها في الدولة الثانية. أيضا هنالك إجراءات كثيرة لم تكن سابقا يعني موجودة. من ضمن هذه الإجراءات هو عملية مصادرة الأموال للشبكات تهريب المخدرات. كان سابقا يعني ما يكون هنالك تعقب، عادة ما تكون هذه بعض شبكات تهريب المخدرات، يعني كان الأمر فقط الحكم على المروج أو المتاجر وتبقى الأموال التي بحوزته أو الأملاك التي حاز عليها من خلال أموال المخدرات. الآن هناك قرار بأن تصادر أموال التجار بالمخدرات أو المروجين لها. سيادة اللواء. نعم نعم نعم. في المدانين في جرائم المخدرات. نعم. يجري مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وخلال الشهر الفائت تم مصادرة مليارات الدنانير من بعض الذين أدينوا في هذا الموضوع. لذلك هذا إجراء أيضا آخر يضاف إلى سلسلة طويلة وواسعة من الإجراءات التي تقوم بها الآن وزارة الداخلية.